جيبونا من بيت خالة الشحن شحتونا الشحن والعساكر اللي ضربوني كلن انا مدربة انا صف ضابط يعني في الجيش قوة خاصة والضابط المشرف على العساكر شافني وما عمل شيء صار يهز براسه وقال لي انزل بارضي ما عمل شيء ابوك شو عملوا فيه؟ ابوي كمان كسروا له اجره او صبر رصاص ايش عمره ابوك؟ عمره 46 سنة شو بيشتغل؟ مزارع يعني. حكوك ألفاظ بذيئة حكوك عن شيء ألفاظ بذيئة ما خلوا شيء لمس فتح العرض فتح العرض كله ما خلوا لفظ على الأم والأخت إلا ما عناصر شو مكونة كانت عناصر أمن وعناصر جيش وعنا سيارة ما إلى سنة السيارة كلها مقطعين البيل كهرباء مكسرين البلور خردوا الصاج كله والبيت عنا كله مكسرينه كمان